مشاهدين انفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، سفينه برنامج ترقيب الناب اليوم غتحط عند واحد المخرج، هو مخرج كازا اوفردوز. معنا السي عادل عمور، مرحبا بك معنا. اهلا وسهلا، كنشكر انفاس بريس، كنشكر جميع الطاقم ديال انفاس بريس وكل متتبعين انفاس بريس. وكذلك معنا الممثل عبد الهادي تازي، احد نجوم كازا اوفردوز. مرحبا بك سي عبد الهادي. الله يكبر بك سي فريد، كنشكرك على هذه الدعوه هذه، وكنشكروا انفاس اللي عرضت لنا باش نعرفوا بانفس ديالنا. اليوم غتقرقبوا معنا الناب ان شاء الله. نقرقبوا الناب الا باقى غادي شي ناب. حيتيم نبدل الفم ياك بعدا مع انفاس ننفس شويه. الحمد لله كل شيء مزيان. سي عادل، بغينا نعرفوا شكون عادل عمور. اولا كنقول السلام عليكم للجميع، تحيه طيبه، تحيه فنيه لكل متتبعين انفاس بريس. عادل عمور هو واحد الشخص اللي محب للفن من الصغر ديالو، اللي كان متبع الفن، وكان فيه جوج ديال الفئات، كانت الفئة ديال الفن الموسيقي مع الفن المسرح والتلفزيون والسينما. فملي كيتخلط عليك بزاف ديال الحوايج كتلف، اللهم كتقول أرام هو لبس السورفيت، لبس السورفيت ألوغ نتبع حاجة وحدة. خدمت في ميدان الموسيقى بزاف سنوات وسنوات، الحمد لله كانت عندي فرقة تابعة للإذاعة الوطنية، ومن بعد ما لقيتش الوقت باش غادي نمارس ما بين الفن ديال الموسيقى مع الفن ديال التلفزه والمسرح والسينما، ففصلت عن الفن الموسيقى وبقيت في المجال ديال السينما والتلفزيون والمسرح. عادل عمور بدا اول بدايات ديالو، بديت بالمحافظه في البلاطو كمحافظ في البلاطو، دزت من جميع المراحل ديال ميدان السينما. يعني ملي كنكونوا في بلاطو راه ما شاء الله عندكم درايه كيفاش كيكونوا تصوير الافلام في البلاطو يا سيتو. فبديت من المحافظه، من المحافظه مشيت تقبت راسي شويه وبحثت وقريت شويه ودرت لاسيستان مساعد مخرج ثالث، درت مساعد مخرج ثاني، درت مساعد مخرج اول. فاشتغلت واحد عده سنوات، يعني اكثر من واحد 8 سنين ولا 10 سنين وانا في المساعده ديال الاخراج. من بعد رجعت للانتاج، اللي مشيت اشتغلت كمدير انتاج. بغينا نعرفوا كيفاش من مساعد ثالث من الاخراج للانتاج. هو شوف يا فريد، الانسان لما يكون عنده هدف بين عينيه وباغي يوصل لواحد المرحله راه كيوصل لها اولا بالصبر، بالجهد ديالو، الثقه في نفسه، ما يسمعش حوايج اخرين، يشوف شنو هو وفين باغي يوصل، واكيد تكون على يقين راك توصل الا كان عندك هدف في حياتك. الحمد لله بنين وصلت، وعندنا بعد عندنا البلاطو ديال انفاس. الحمد لله، انفاس اولا انفاس ماشي غريبه علينا، انفاس من البدايه ديالها ملي كان الوطن الان، لا المقالات اللي كانوا كيكتبوا في الجرائد، لا كل شيء، كانت الحمد لله لان هي عندها واحد السمعه طيبه، فهذا ما نحتاجوش حنا نقولها، كل شيء كيعرفها. نرجعوا للموضوع، الموضوع ديالنا هو ملي كنقولوا انا محب في واحد الحاجه ما خصنيش ندخلها بالعشوائيه. الو بغيت ندير واحد الحاجه خصني نبحث فيها نقلب عليها باش الشيء اللي درتها ولو غير التقليد نكون كنقلد وانا جوست، ما نكونش كنقلد وانا ما عارفش ذاك الشخصيه، او مثلا او ذاك الشيء اللي باغي انا ما عارفوش وانا هي كنقلد. شنو المخرج اللي عادل عمور خد من عنده الانرجي؟ انا خديت بزاف من عند المخرجين اللي هما كبار اللي اشتغلت معاهم، ومن هذا المنبر كنحييهم، منهم اللي توفى ومنهم اللي باقي في الحياه الله يطول لي عمره، واللي مات الله يرحمه ويولي رحمته الله ويرحم جميع المسلمين. اللهم امين. اشتغلت مع محمد السماعي رحمه الله، اشتغلت مع مصطفى الدرقاوي، عبد الكريم الدرقاوي، اشتغلت مع نور الدين الخماري اللي هو صديق ديالي، اشتغلت مع كمال كامل، اشتغلت مع عده مخرجين، ولكن اللي كان الاب الروحي ديالي اللي كنت كنستافد منه هو مصطفى الدرقاوي. كنتمناو ليه الشفاء ونتمناو ليه الله يشوف من حاله. مصطفى الدرقاوي كنت ولطيف الحلو، اعتذر، هذاك الاستاذ لطيف الحلو، مخرج كبير من المخرجين الكبار اللي قدام. فلطيف الحلو كنت كناخذ من عنده بزاف، كنكون كنشتغل معاهم في البلاطو وانا في المحافظه، ومن بعد كنخرج كنمشي للكادر حداه المونيتور وكنبقى نشوف كنسمع لي مول اللي كيقولوا. هذه السي عادل، بغيتك تشرح لنا المحافظه، حيت كاين دابا بعض المشاهدين كيصحابوا ديك المحافظه اللي كيحفظوا فيها الاملاك والديور بكل تواضع. هي المحافظه في الميدان السينمائي والتلفزيوني، المحافظه هما دوك الاشخاص اللي كيكون لي ريجيسور. الو لي ريجيسور كاين، كنبداو بريجيسور جينيرال اللي هو المحافظ العام، اللي كيكون هو عنده ليكيب ديالو، فرقه ديالو، كيحط لك
مثلا جوج ولا ثلاثه في البلاطو ديال التورناج اللي كيكونوا هما المساعدين ديال الممثلين وديال لي تكنيسيان وديال كلشي. يعني اي شخص في داك في البلاطو ديال التورناج ديال التصوير كيكون هذاك المحافظ داك الريجيسور هو المساعد ديال اللي بغى الماء اللي بغى شي حاجه اللي هادي راه انت كيعاونوا الناس راه داك الكابل راه داك البوله راه هادي كيتسخر. وميم طون فيهم واحد الفئه اللي كيكون ريجيسور كيكون مكلف مثلا بالحاجيات اللي كيتحتا اللي كنحتاجهم على برا يمشيو يتقداو يشريهم ولا شي حاجه كيكون عندهم السيارات كنعطيهم السيارات باش يشتغلوا. وميم طون فان جورني فاش كيسالي النهار ديال التصوير هذوك المحافظين اللي عندهم السيارات كيتسخروا كي هما اللي كيكونوا كيوصلوا الممثلين حتى لباب ديورهم او باب الفندق فين حطيناهم او هذا هو المحافظ. نمشيو عند السي عبد الهادي التازي. مرحبا. شكون هو عبد الهادي التازي؟ عبد الهادي التازي واحد فنان مبتدئ. كان التوجه الاول ديالي هو المسرح وكنت كنكتب كما كتعرف سكيتشات لبعض الفنانة الكوميديان هكا كتعرف. ومن تما توجهت للافلام الاجنبيه كنمثل في الافلام الاجنبيه الاغلبيه شي مده ديال 4 سنين. ومؤخرا تنادى عليا بشي 3 مسلسلات مغربيه مع مخرجين معروفين ولكن كانت التجربه الاحسن هي مع سي عادل عمور في كازا اوفردوس اللي عطاني واحد الدور ما نقدرش نتكلم عليه. علاش خايف منه؟ لا لا هو 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 الدور اللي عطيت انا للسي عبد الهادي التاجي. يمكن هو الا شفتوا الفيلم عبد الهادي التاجي ما قالش كلمه في الفيلم ما نطقش ما كانش عنده ديالوغ ولكن ممكن كان عنده كانت عنده مهمه اكثر من ذاك الممثل اللي هو اللي كيقول الكلام لو ديالوغ. الو معظم الممثلين عالميا ممكن كيماركي الحضور ديالو دار لغه الميم هو بالعينين بلي روكار فكفاني الحضور ديالو بعدا كعبد الهادي التاجي معايا كونه فنان كنعترف به متبع المسيره ديالو واخا هو قال لك مبتدئ فهو فنان في الخفاء فنان في الخفاء اللي يعني دار المسرح في واحد الوقت تلاقى مع الناس ديال المسرح في واحد الوقت عاش الناس دار اشهارات معروفين دار لعب مسلسلات كانت خاصه فرصه ديال السينما باش يفرض يبرز الوجود ديالو داخل السينما. انا اختاريت وعمدت عمدا باش ما يهضرش التاجي في الفيلم علاش لان الفيلم الجاي عنده بزاف ديال الهضره فما يمكنش حطيته في واحد المكانه واحد البيرسوناج اللي كيخصو يشوف يخنزر هذيك التخنزيره وداك لي روكارد اللي دار التاجي سي اهم شيء عندي باش خلي ليه السفل الفيلم الجاي ماشي علاقه ديال السفل حنا باش نهضروا ماشي علاقه ديال السفل حنا كنهضروا على انا قلت كان شفت فنانين كبار امريكيين واوروبيين فرنسيين وداكشي اللي عندهم سميات بارزه ولكن كاين بعض الاكثريه الافلام اللي ما هضروش فيهم ما هضروش ماركاو لي روكارد. السي عادل راه الموهبه ديال الخروج عنده من شحال هادي ديال الاخراج كان كيخرج من الدار وما كانش كيعمر الدار. هذا راه عرفتي شنو هو جاب لي اخبار قلب لي اخبار. عاود لينا كيفاش كنت كتخرج من الدار؟ وشكون عطاك هذه المعلومه؟ اعتبرني الخروج من الدار الخروج من الدار كتعرف العقل ديال الصغر وعندك واحد النفس اللي حاره عندك باغيت يمكن كتشوف في الوسط العائلي ديالك داك التربيه المغلقه داك الحفاظ داك كذا ولكن كتشوف يعني في الخارج على برا راه كاين شي حوايج اللي ما كاينينش في الدار. فانا معروف في العائله بانني خرج بكري انا ما عشت مع دارنا بزاف باش مع 6 الصباح ولا خرج بكري انا خرج بكري قبل 6 الصباح مع الهلال 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 قبل الهلال خرج يعني انا ولد 11 سنه 12 سنه يمكن خرج بعت على دارنا عشت بوحدي واحد 3 سنين وانا عايش بوحدي وانا ولد 12 13 عام كان نحاول ما فرجتش في قرايتي رغم كنت خرجت من دارنا ومشيت بوحدي وسافرت وهذا ما فرش قرايتي هي فاش تما فين شدني ميدان الفن الموسيقي ميدان الفن الموسيقي فانا درت الموسيقى اشتغلت فيها في ذاك الوقت اللي كنت كنخرج من دارنا اللي كان هو الشيء الوحيد اللي عندي اللي يمكن لي نعيش به هي الموسيقى ف باش نخلص على راسي ما نقرا باش ناكل باش نعرف راسي كيفاش قلتي تعتمد على راسك اعتمدت على راسي وخرجت زعما وانا صغير من دارنا
وتكرفص وما خليت ما خدمت ما خليت فين مشيت بكل تواضع، بت في زناقي بت في جرادي بت في دروج ديال عباد الله، وهذه هي الحياه وهذا هو الراجل. والحمد لله دابا راه شفنا مخرج تبارك الله من اكبر المخرجين. لا ليس باكبر، انا مازال في المسيره ديالي، مازال كنتعلم، مازال باغي نزيد، مازال. هذا من التواضع ديالك بكل تواضع. لا الحمد لله، من غير التواضع فهذا الواقع، هذا الواقع، لان لازم انا كما قلت الانسان اللي يكون عنده هدف يحاول يمشي حتى يوصل للهدف ديالو. سينو غيلقى راسو فاشل في حياته، في اي حاجه بغى يشوفها كيلقى راسو فاشل. قول لي السي عادل، كنتي صغير جاي من المدرسه؟ دابا كبرتي راه عرفتك تبارك الله وصلى النبي، فهمتيني؟ كنتي باقي صغير وجاي من المدرسه وقال لك الدراري تاعي ضرب واحد البوديزه. هذيك الطريفه اللي وقعت ليا. انا كنت كنلعب كره الصغر، وكنت في الشبيبه ديال ضرب غلاف، وكنلعب كرة وكنت محيط في الكرة بزاف. الوغ الشباب اللي كرهني في كرة القدم، كنت ديك الساعات في الشهادة ديال شحال هادي. الوغ خارج من المدرسة، الدراري اللي كيقراو معايا صحابي ولا حيت حنا ولا الدراري كنقراو مدرسة وحدة. عارفين عمور كويري. هما سبقوه. فهنايا في البالمي، في مرتضى، باقي كنعقل، زنقت مرتضى. هما موجدين واحد البوديزه ليمونيه، واحد حابس كيدير هذاك ها ها ها، هما انا جاي من بعيد بشكارتي، عمور ها هو جاي، هاي ماركي. انا كنسمع الدراري كيقولوا عمور هاي ماركي هاي ماركي، زدت في العنز بالقوه، باش جاي باش باكيت داك الكره، بقات رجلي لاصقه في البوديزه، كانت معمره بالبصلانه حتى رجلي كانت البوديزه ليمون، باقي عاقل على اللون، باقي عاقل. باش تشاش معاها راه كانت منقطه، تشاش بان ليا، كانت بيضاء هذيك ديال بان ليا في عينيا تشاش، هذيك هي الطريفه من تما كان. ودابا اش غتقول دابا انت تجي الكاميرا ديالك، واش غتقول دوك الدراري اللي داروا لك الحجر الموي؟ الدراري اللي كانوا معايا صغار وكانوا كيقراوا معايا وداروا لي هذا المقلب هذا وهذا السفير رجليه، الله ياخذ فيكم الحق. لا كرهتوني في الكره، كنشكرهم انا كرهتوني في الكره، كنت باغي نخرج كوايري ربما من الخير، ما كنتش غنكون مخرج ولا مونتيج، ف مزيانه ملي هرسوا لي رجليا، وداك الشيء علاش باقي صبعي كبير. بدون باقي عندي كبير بدون. انا جاي لك انت يا السي عبد الهادي، انت قال لك السي عبد الهادي راه كان باغي يدير ماناجير ديال اللعاب، هذا كان باغي يولي ماناجير ديال اللعاب في الدرب. هذا والله شي ايامات كنت كنمشي نتفرج في الوداد، وكان رايح في التريبيل بواحد البلاصه معروفه، كاع الناس كيجيو تما، فين هو عبد الهادي في الهضره. قلت لهم واحد اللعاب راه جايبها الوداد من فرنسا، راه خطير. وديك اللعابه قريت عليها، راه في الدري اللي معايا قال السيد اللي حدا، قال لي راه هذا هو المانجر اللي جاب اللعاب. قلت لهم واعر، المهم بقاش ربع ساعه وما يدخلوه واحد القرع. دابا الغريب والكره اللي جات كيزقلها، الغريب كلشي دار عندي في هذه القضيه. دابا انا تاجي، من احب، انا كنعترف جميع المغاربه يسمعوها، من احب ومن اعز الاصدقاء اللي عندي، اللي هو خويا، ما كنحسبوش صاحبي، والله شاهد على هذا الكلام، ومن القلب هادشي كاين، ماشي من نفاق ولا بيني وبين واحد العلاقه كبيره بزاف، بيني وبين واحد المحبه كبيره بزاف. ولكن الغريب في الامر هو ولادي وانا رجاوي، وكنت حابه، وهذا ميساج للوداديين والرجاويين ديما، حنا كنا مغاربه. اسمح لي، هادشي هاد محابين محابين. كرت لي البزطام البزطام والله. كمل ولا اللعب فين مشى؟ السيد بدا كيزقل، بدا كلشي كيتزب في فيه، داروا لي انايا ها الماناجر. قلت لهم والله يا ودي الماناجر اودي زيجو، انا مابقاش زدت خارج انا الاول. وكاينه واحد الزبله اخرى، واحد السيده سولتك على ولدها، قلت لها هذاك السيده ومات. هذه كنا انا واحد ثلاثه ديال الدراري في الدرب، ما كنتفارقوش. واحد الدري كان جات اختو من فرنسا كيعيشوا في المحمديه، مشى لعندهم بقى جالس معاهم تما قبل شي 3 شهور بحال هكاك. واحد السيده داخله قالت لي عبد الهادي واحد هشام فين شدها؟ لاشيستا مع الضحك. المهم ضحكت لها، راه مات مسكين الله يرحمه. صافي خلينا هكاك. دخلت مشينا، جاي راجع من واحد ساعتين من الدرب ديال الجوقه، لقاو الناس وقفوا الخزانه، الناس كيتباكاو. واحد لقى معايا قال لي اخبارك راه هشام مات. قلت له ويلي شكون قال لي؟ راه قالوا لنا. ايوا قلت لكم دخلت الربعه تنعس الدرب كامل، تعلم الكذب. جميل هذا، نوري له بصح. صيفطو مسكين المرحوم باقي حي. قول لي يا سي عادل، واحد الفنان درتي معاه في خنيفره
ومن جهتها تبغي ظلام الحال وانت موقف الكاميرا ديالك وهادي كتسنى باش دير لي داك المشهد ديالو. في الاخر قالك لا انا خصني نمشي نرتاح بعدا في الوطيل. بغيت نسولك واحد السؤال دابا، واش انت اولا كنعرفك انت تبارك الله عليك فنان كوميدي بزاف ديال الحوايج فيك ما شاء الله، ولكن برقاق ما عمري عرفتك برقاق. انا ملي كندخل البرنامج كنولي برقاق. كان عندي تليفين في خنيفره كنت نصوره، فكان عندي في السيناريو دور ديال واحد امين تجار اللي هو كيهضر يعني بالتمازيغ ايمازيغن، حيت كاين تمازيغ كاين ايمازيغن كاين سوسيه وكاين ديال الاطلس الامازيغيه ديال الاطلس. فحنا كنا في الاطلس في خنيفره كنصور داك التليفين، كنتسنى المونتير غادي يجي، فعلا جا شويه متاخر وجا ديريكت للبلاطو وانا كنصور بعض المشاهد اللي ما فيهمش هو. انا اون بلان اكسيون ودير الكاسك ديالي وجالس في المونيتور وكل شيء خدام اون اكسيون، فكنتفاجئ كيهضر معايا السي المخرج الله يخليه راه بغيت نهضر معاك. جي اوبليجي باش نكوبي اون كوب قطعنا. نعم اسيدي شنو بغيتي؟ قال لي انا هو المونتير. قلت لي كنعرفك الله ودي راه غني على التعريف، مرحبا تفضل شنو المشكل؟ مشيتي للوبيرج؟ قال لي لا راه بغيت نهضر معاك على قبل داك اللوبيرج، حيت كنا حنا شادين واحد لوبيرج كنا في الجمال ما كاينش اوتيلات بزاف. قال لي لا راه قالوا لي خصني نسكن مع واحد الممثل وانا ما يمكنليش نسكن مع ممثل في شومر واحد، انا كل واحد والعاده ديالو وكل واحد وهذا. قلت له راه مساله عاديه، حنا في واحد لوبيرج واحد المنطقه اللي بعيده على الدار البيضاء او بعيده على الفنادق وهنا الجبال، فحاول تصبر ما عندكش بزاف، عندك واحد النهار ولا يومين صبر. وحطيتك مع فنان كبير اللي هو استاذ هشام اشعب غني على التعريف. لا وانا خصني بوحدي وزيدون وانا خصني نتفاهم معاك على الكاشي. قلت له انا ما تفاهمش معايا الكاشي حيت انا جو سوي رياليزاتور ماشي لا برودكسيون، الاداره ديال الانتاج راه في كازا. هضر معاهم وكنت في الاول قبل ما تسني او تفاهم معاهم كنت تفاهم معاهم في الثمن. ودابا شوف لي انا المشكل اللي بيت. قلت له دابا انت قطعتيني وانا كنصور اون اكسيون وكنصور، اش دير استاذ؟ صبر بلاتي نسالي وفان جورني نتفاهموا في هادشي وما يكون غير خاطرك. خليت وجالس حدايا كملت لا سيكونس ديالي، شويه طاح ليا بالي وانا نعيط. ميكاب جات عندي ماكيوز كوستيم جاني كوستيمير، قالت جيبي لي الكوستيم ديال امين تجار واجي انت. كنت ديك الساعات مع الخدمه ناط ليا شويه اللحيه، قلت لهم عطوني طوندوز قادي تراسيت اللحيه ديالي، قطعت الموستاج مسائل، قلت لها عطيني كسوه. قالت لي ديالاش؟ قلت لها كوستيم ديال امين تجار. لبستو انا ماشي شريح انا فاسي، ولكن بحكم الاحتكاك والعلاقه مع الناس ديال الشلوح لا سواسه ولا الناس ديال الاطلس وداكشي، الناس الشلوح الله يعمرها دار تحيه كبيره لهم، تحيه كبيره وعلاقتي بهم بزاف. وانا كنهضر بالشلحه، انا كنهضر بالشلحه بزاف يعني. دابا هما الاخوان الاصدقاء ديالي كيشوفوني كنهضر مع شي شلح كيقولوا لي بغينا نفهموا واش انت فاسي ولا شلح ولا، وانا فاسي من امي وبابا وكلشي. اوي تري زمان خرج بكري او تري زمان اوكي نصر ربي خلي. والمهم علينا جا وعطاتني داكشي لبسه هو. دابا مبوق ما عرف حتى شي حاجه، لبست الكوستيم عايز زوج ديكور شونجيت الديكور مشيت لعبت داكشي اللي كان جاي يلعب عليه هو. دوزت المشهد الاول والثاني والثالث والرابع والثالث، حيت الكوستيم ديماكييت مشيت لديكور اخر باش نصور. صورت ذاك الديكور الثالث سالي هنا فان جورني يلاه نمشيو. ويقول لي واش ندير استاذ؟ قلت لي غادي شادير نسيت اسمح لي نسيت ما قلت لك شادير لا ريجي. وصلوا الاخ الكيران راه صافي. كيفاش؟ قلت لي الدور على جيتي انا اللي لعبتو دابا، واش انا مخرج كتهضر معايا في الكاشي وكتهضر معايا الا انا باغي نعس بوحدي؟ انا ماشي شغلي داك الشيء، كنت تهضر مع الاداره الانتاج ملي تجي عندي لهنا جي ناضي جي ناعس من داركم. داك الشيء اللي غتبقى تصنع لي فيه انت بحال تصنع لي الصور راني درتو انا ما عندنا ما نديرو. صافي دابا ربما غيتفرج في هذه الحلقه. الى تفرج في هذه الحلقه كنقول ليه اولا تحيه ليك وكنشكرك بزاف، وحنا صحاب ما دابزناش واخا وقع شي ما دابزناش غير انما ابينا نقول انما كنوجه هذه الرساله لاي واحد لما نتكلم مع اداره الانتاج او مع منتج ونتفاهم معاه، فالمخرج نخليه بينه وبينه علاقه ديال هو غادي يدير ليا ديريكسيون داكتور او غادي نتبع التعليمات ديال الخدمه شنو غنصور مع المخرج.
المخرج ما كيهضرش في الثمن، ما كيهضرش في لوطير، ما كيهضرش، كاينين الناس اللي مسؤولين. هذه من الاعمال الاحترافيه. فانا جلي فيسا اكس بخي باش غير ننبهوا وننبه ناس اخرين ياخذوها عبره. لا واحد راه كل واحد عنده لاطاج ديالو، المخرج خصو يحترم لاطاج ديالو، الريجيسور جينيرال يحترم، شارجي دو برود، ديريكتور دو برود، لو بروديكتور، كل واحد خصو يحترم ديالو. كل واحد عاوتاني سي عبدالي عاوتاني لا دابا عاود ثالث عاود الاخر ملي في واحد مسلسل مور في طورناج لابس شي لعيبه ديال الداوي ولا مارك مجدوب وجات شي وحده قالت لك عطاني البركه المسلسل ديال كلها وطريقه كان عندي واحد السيكونس في المحمديه في حدا المحكمه جينا في واحد الشارع وانا لابس داكشي ديال الداوي وجلابه كبيره وحقيقه واحد السيده دايزايا وبنتها بدا كيشوفوا فيا قالت لي يلاه يلاه راه شريف هذاك قربت حداي وتقول لي يا شريف عطينا البركه قلت لها تعطوني هما البركه باقي ما شديتهاش من عندهم تحيه المسلسل كلها طريقه وكنشكر المخرج مراد الخوضي اللي وضع فيا الثقه ديالو وكانت اول دوريه كنلعبوا كمجدوب مجدوب نعم دابا لا انا ولا انت خممنا في واحد القضيه رجوله وقيامه ومخرج وفنان وممثل جينا البرنامج جينا البرنامج جايبين معنا ممثله محترمه معروفه وقرقبتي معنا الناب من قبيله فين هو المثل ديال لي فام دابور وكاينه دابور كاينه ايوا دابور هي جات معنا تحيه لعبد الهادي التازي تحيه لي نعطيهم بعض الاعمال اللي نحملوا المسؤوليه فيهم لان اصعب الاشياء هي السينما السينما ماشي هي التلفزيون ماشي هو المسرح السينما كيكون عندك واحد الاسباس واحد لو جو عندك فين تلعب عندك ما تقول عندك بزاف ديال الحوايج الا ما جيتيش انت كمخرج عطيتي فرصه لهاد لي جون باش يبانو يبينو الطاقة ديالهم اونيفو السينما راه مكاينش اللي ياخد بيديهم فانا لقيت شي حوايج زوينين في نيسرين منها من مجموعة يعني كاع الشباب اللي لعبوا في فيلم الحمد لله ما كانش عندي المشكل معاهم بتاتا اونيفو دو جو لقيت راحتي ما كانش بيناتنا تقول لك كان بريفيهم شوية كنلقى داكشي اللي باغي وكثر كيعطيوني منهم نيسرين بومهدي منهم رامي التاقي منهم ندى الداوي منهم محمد الشابي رابع سقلي مهدي تكيطو امين بن شريق ما شاء الله عليه واحد الشاب كنوجه له تحيه طيبه وكبيره من هنا لان كان عندي جيست 100% كان عندي جيست اون نيفو ديال لي جون هنا درنا ان ميلونج ما بين هاد لي جون وما بين الناس اللي هما بداو في الميدان يعني قبل سنوات قبل منهم كالفنان الكبير اللي كنحترمو هذاك خويا وعزيز عليا وكنبغيه يعني نفس المحبه والعلاقه اللي بيني وبين الاستاذ تاجي خويا عبد الهادي هي اللي بيني وبين هذا السيد هذا اللي هو الفنان زكريا مسكري اللي كان غيكون حاضر معنا اليوم حاضر معنا تحيه كبيره وتحيه فنيه وكنتمنى ليه التوفيق والمزيد من العطاء لان هذاك الفنان ممكن ما عارفينوش بزاف ديال الناس ولكن عنده بزاف فمني كتشوفوا تلاقاو هاد لي جون مع الناس منهم يونس بن زاكور منهم نبيل عطيف كنوجه ليه التحيه منصور بدري محمد خويين وفيسا بن شهيده ابراهيم خايل فاطمه الزهراء حرار محمد الشرقي يعني مجموعه ديال الفنانين اللي هما تحياتي لهم من هذا المنبر تحيه كامله تحيه لهم كاملين هنا هاد لي جون هادو لقاو المبتغى ديالهم لقاو واحد المساحه ما لقاوش مشاكل ملي كيجي فنان كبير معروف كمحمد خويي وكيكون هو كوتش ديال واحد لو جون اللي هو يلاه بدا مثلا في الميدان فكون على يقين بان لو جون راه غادي يعطي مع محمد خويي كيحاول يجبد فهذا هو الامتياز اللي كان عندهم واش علاش كنشكر نسرين لان دا الدور ديالها وكان عندها دور مهم بزاف وكتلعب البطوله في الفيلم وعطاتني داكشي اللي بغيت اكثر فكنقول ميرسي بوكو ميرسي ا توا بور لا كونفيونس عرفتي جيب عليه واحد الدوسي ويلي 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 وجيب واحد الزبله وقعت لها هي بعدا في الصغر كانت عزيز عليها ديك الصوفه اقول لنا خشيش وقع لك في الشمال السيد هذا جانا قال لك سقاطي منها ما شفنا سقاطي منها ما شفنا سقاطي في الكيس سقاطي في السواس
الفضائح المصايب ديالنا ديال الصغر كتبداو من هنا. وا ضروري هذا تقرقيب الناب هذا. كاين دابا هاد الحاجه ماشي انا اللي درتها، الوالده ديالي اللي درتها هاد الحاجه. انا كنت اليوم كنت ما كنتش حداكم كاع نهائيا، كنكون مشيت ولا تباعيت تبعت ولا شي حاجه. ولا ديري لك نداء كيقلبوا لك. كنكون باقا كيقلبوا عليا. كانت عندي 6 سنين وكانت كنت مشيت مع ماما وداكشي في كازا براتا في طنجه وعمتي وجداتي. بقينا في الطوموبيل كنهضر مع داكشي ونقول لها بقيتي لها بغيت بابا بابا بغيتي ديك الصوفه بغيتها. عطوني فلوس هبطت نشريها. ما عرفتش كيفاش دخلت عملتي دخلت الطوموبيل سدو الطوموبيل ديمارا مساوني خلاوني في المدرسة. كنتسنى خديت بابا بابا كنضر ما كنلقى لا ماما لا جداتي لا عملتي لا طوموبيل. ولكن كنتي نتيا سباب في واحد السيدة باش تعرف داك واحد الراجل على حقيقته. اكزاكتومون بقيت كنبكي وهي تشوفني واحد السيدة مسكينة دايزة هي أول رونديفو ديالها مع واحد السيد باقي باغي الحلال يتزوجو ما عرفتش شنو هادشي اللي عاودات من بعد. سافرتك تيم. لا بالعكس جو رون دو سيرفيس قالت عليا شكرتني وشكرت ماما وجات جلسات معنا وبقات لحد الان باقا صديقه للوالده ديالي. شافني كنبكي قالت للسيد قالت لي ديك الدريه الصغيره مسكينه كتبكي نمشي نعاونوها. وقال لها شي بحال هكا شحال نبقاو حنا نضيعوها قلنا مع الدريه الصغار وهادي وهادي. تقول لي السلام عليك الله يعاونك هزاتني مسكينه مشات بقات كتقلب معايا كتقلب معايا تلقينا الدار جابني حتى لعند ماما وقالت لها شكرا بزاف انا كنشكرك حيت بنتك وراتني الحقيقه ديال داك السيد. وحيت الان دابا تقول لي صوفا نقول لك لا ما نعرفش ناكل هذا. ولات عندك فوبيا منا فوبيا كبيره. هذيك السيده تزوجات ولا لا؟ ما بقاتش عندي على ماشي كان مازال ولكن هو السي عادل ولكن غتشوف هذاك السيد اللي كان معوج تزوج لا تفرج فيه غيبقى يديه على هذا. قول لي يا السي عادل لا تلاقيتي مع وزير الثقافه شنو هما ثلاثه الحوايج طلبهم منه؟ في الميدان الفني ماشي يعني غتطلب يعني ثلاثه الحوايج انك انت يعني في دماغك انه يتبدلوا في هذا الميدان الفني. اللي غادي نوجه مع كل احتراماتي للوزراء القدام اللي دازوا كوزراء وزراء الثقافه للسيد الوزير الجديد كنقدم ليه احترامات كنقول ليه الف مبروك على المنصب الجديد. اللي كنقول هو يشوفوا واحد العين فنيه لهذا الميدان لهذا القطاع. يعطيو فرصة للفنانة، يتهلاو في الفنانة، يدعموا الفنانة. أنا ما كنهضرش على كراسي كمخرج أو منتج، كنهضر على الفنان الممثل. الممثل، كاينين الممثلين اللي يستر عليهم الله، الله يزيدهم من الخير، كنتمناو لهم المزيد من الخيرات اللي يغرقوا فيه، وكاينين فنانة اللي خصهم فرص، خصهم دعم، خصهم يتفرضوا من طرف الوزارة الثقافة يتفرض. هذا الفنان غادي يخدم في هذا البروجي. يتفرضوا على المنتج، يتفرضوا على المركز السينمائي. باش يخرج الطاقات ديال هاد الفنانه ويحاولوا يشوفوا واحد العين ديال الدعم اللي خصها تكون. الناس راه واكله العصا بزاف في الميدان. اللي ما عندوش الجهد وما عندوش يعني واحد الماده من واحد راس المال كبير باش يشتغل راه كياكل العصا كيضيع. منهم واحد انا اللي كنهضر معاكم هذا بلا ما قلت انا الفيلم كذا اوفر دوز صورته اوتو فيلم من مالي الخاص يعني ما خديش دعم من المركز السينمائي ولا من الوزاره. ف وجات الظروف صورته في شهر 11 في 2019 في الظرفيه ديال كورونا ساليت دخلت البوست برود مونتيس انا غادي نخرجوا لي صار على موجات كورونا من تمايا وانا نصور الفيلم اوتو فيلونس من جيبي. ما خديش دعم دفعت لابري برود ما عطاونيش. الحمد لله تسدوا القاعه السينمائيه حتى الاواخر فاش شحال شهر 7 عاد حطينا الفيلم. من بعد ما حطينا الفيلم كاينه 50% ديال الدخول ديال الناس للقاعات السينمائيه. قلنا ما كاين مشكل نصبروا اللهم القليل ولا تبقى تسنى كثيره ما تشد والو. فقنعنا ب 50% كنتفاجئوا بان تزادوا الحالات والنقصات حتى 50%. الفيلم شيئا ما كينزل في القاعه السينمائيه. فيلم القصد الجميل. الفيلم طلع في البوكس اوفيس الايامات الاولى هو الاول نمبر 1. فيلم اجتماعي فيلم كيصلح المجتمع وكيصلح الشباب فيه دي ميساج باش ننبهوا الشباب. فيلم ليس فيه اباحه عائلي. انا اسمح لي قطعتك في السمن والعسل كما كيقولوا الناس الكبار. كازا اوفر دوز يعني اشرح للناس كاين اللي ما يعني العنوان ما عرفوش. كازا اوفر دوز كازا اوفر انا كنهضر على ادمان الشباب. الفيلم ديالي كيهضر على ادمان الشباب وعلى التصاميم على الظاهره التصاميم اللي كانت لان باش تعرف الادوار اللي لعبوا الممثلين اللي لعبوا معايا لعبت اشخاص اللي هما غيال حقيقيه كالدكتور الحسن التاجي ديال التجميل اللي هو معروف
اللي مثل معايا في الفيلم. كنوجه تحيه لجميع الاطباء اللي كيساعدوا الناس باش يعطوهم يعني واحد الشخصيه اللي هي حقيقيه. كذلك التجأت للناس ديال الاعلام والصحافه واللي معايا في الفيلم، الصحفي الكبير اللي كنوجه له تحيه كبيره هو خالد نزار. كنقول له شكرا خالد على المجهود اللي عطيتي. لعب دور صحفي، يعني كل واحد كنحطوه في المكانه ديالو. علاش؟ باش نبين المهام ديال الدكتور شنو هو، كنبين المهام ديال رجل الاعلام، ما علاقه ديالو مع رجال الامن، وكيفاش باغي ياخذ المعلومه باش يوصلها الرأي العام. شنو المعاناه اللي كيلقى، شنو المعاناه ديال رجل الامن في دارو، شنو بزاف ديال الحوايج. فهذا كله جمعته باش نعطيه ملخص، هو السينما العائله. كفى من الافلام الاباحيه، كفى باش نصور الفلوس ندير الاباحه او ندير غير الكوميديا. تخسر الهضره في يا ريت لو كان جينا غير تخسر الهضره. تخسر الهضره كنخرجوا في الزنقه، حنا مجتمع معروف ديالنا كنخرجوا كنسمع كلمه الزنقه، هذاك الشيء خصو يكون في الفيلم. ولكن المشهد الاباحي اللي هو غادي يمس بالشريحه المغربيه او شحال من حاجه، فماشي ماشي باش نبيع وباش نكسب المال ندير الاباحه ولا نختصها في الاباحه ولا في الكوميديا. كاين افلام اللي نقدروا نحيوا بهم السينما المغربيه. العائله المغربيه فقدات السينما، هذا هو انكسار القاعات السينمائيه المغربيه. ما بقاوش كيدخلوا العائلات. واحد الوقت واحد الحقبه زمنيه كنعقل عليها، ما كانت العائله كدير نظام، كدير نهار كيجيبو كيقولوا لهم فراش شهر غادي يمشيو نتفرجوا في الفيلم اللي تحط في السينما الفلانيه. كيديو الكوكوط والماكله كيتغداو تما. لا ماشي في السينما. غير نطاق البسط وهذا. فكانت العائله المغربيه راه كدير النهار باش تمشي هي باش يمشي هو ومراته ووليداته يتفرجوا. الاواخر ما بقيناش كنشوفوا هادشي. ولا الاب كيدخل مع بناته، مع جوج بناته، لانه هو كول مع بناته، ولكن يكون ماشي حتى لهاد الدرجه. ندخل ونتفاجئ بمشهد اباحي اللي انا ما عارف راسي واش نوض، لان انت هي فعلا انا اللي مشيت للسينما ماشي في الدار التلفزيون نهز التليكوموند ونقلب. كيتلقى الاب كيتحرش قدام ولادو وما داخلين كاملين يتفرجوا. كي داخل كول حتى كيلقى نص كول. فوالا. اذا هنا هاد الفيلم ديال كازا اوفردوز بغيناه لي ولا وين نرجعوا شويه، ما فيش الاباحه. فيلم فيه رسائل هادفه، فيه تنبيه للشباب يردوا بالهم يبعدوا على طريق الادمان. وظفنا دوك اللي ديلار دوك البزنسه اللي كيمشيو يبيعوا السموم في باب المدارس لاولادنا. يعني مجموعه ديال الرسائل اللي حاولنا نركبوها. ولو الفيلم راه ما صورتوش كله باش تكون داعم. الفيلم كازا اوفردوز حيت الانتاج ديالي خاص اوتو فينونس، نقصنا 19 مشهد اللي هي القيمه ديال داك 19 مشهد اكثر من الثمن اللي خصصنا في هذا الفيلم. هذا يعني الفيلم تقريبا طاح عليا بواحد 280 مليون حاليا. مي كون زدت داك 19 مشهد كنت نصورو ب 700 مليون، وانا ما عنديش الانتاج ديالي خاص. فاضطرينا ما جبناش لي زيكوبتر، ما فرقعناش الطوموبيلات، ما جبناش 110 ديال الهار اللي كانوا يكونوا، ما جبناش بزاف. يعني كاع اللي غادي يهز الثقل في الانتاج ولينا كنقطع حيد 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 حيد، وخرجنا بداك البركه. كان الهدف الاول والاخر هو باش ناخذ لاغريمون شريكتي ديال الانتاج. وكنا كنتمناو لان كان الحلم ديال اول لون ميتراج. انا في الاعمال ديالي درت تيليفيلم، درت كليبات، درت هذا، ودرت 28 فيلم قصير لبعض الشركات اللي كياخذوا بهم لي زاغريمون ديالهم. فالحقبه الفنيه عندي في الاخراج 28 فيلم قصير. او نيفو ديال لون ميتراج سي مون بروميي لون ميتراج سي كازا اوفردوز. ودابا حنا بصدد كنشتغلوا على لون ميتراج اخر اللي ان شاء الله كنتمناو يوفقنا الله باش نوجدوه ونوجدوا ليه فلوسو ونكونوا نخرجوا به. كنكون معاك ان شاء الله. مرحبا. الله يكبر بيك. الله يكبر بيك. بدون افتخار وكل تواضع معروف عليا عبدو ربي المذنب بعاد العمور. لا في السوشيال ميديا، لا في الفيسبوك، لا في الانستغرام، لا في سولتي الشباب كامل كيقول لك هذاك هو البانا اللي كيعاون الشباب. ما عنديش مع داك، لا انت ما غنجي نعطيك فرصه. قدرتي بسم الله، ما قدرتيش كتلوم راسك ديك الساعه. محدنا باقي في مواقع التواصل الاجتماعي، انت واش مع ولا ضد؟ يعني كنشوفوا بزاف دابا ولاو في السلسلات، في السيتكومات، يعني كياخذوا من مواقع التواصل الاجتماعي. ماشي عيب.
ولكن بعض الفنانه كيقول لك حنا خريجين ديال المعهد وهادي و... يعني خريج المعهد عندك طاقه وهذاك حتى هو راه بشر عنده طاقه عنده موهبه غير انت لقيت في امكانيات مشيتي قريتي في المعهد ولكن هذاك عنده موهبه بلا ما يقرا واذا حطينا واحد مع واحد ممكن لان الدنيا هي هذه لا يوجد في النار ما لا يوجد في البحر ها نرجعوا للمثل المغربي العود اللي تحضروا يعني ايميكا اه ماشي انا هما هذا ماشي عيب بالعكس الدراري ديال المواقع الاجتماعيه ديال السوسيول الدراري ديال اللي دايرين انستغرام ودايرين هذا بالعكس راه ماشي عيب ماشي لان ملي كتشوفوا في الانستغرام داير واحد الفيديو كتحس به عنده واحد الله عنده شي حاجه لداخل راه يقدر يوضح احسن منها في فيلم علاش لا نعيطوا للشباب مرحبا بهم كاملين ما عنديش انا مشكل بالنسبه ليا انا كعادل عمو ما عنديش مشكل نسرين بوميدي كاين شي جديد في العمل الفني ان شاء الله كاين واحد البروجي جايين ما نقدرش نهضر عليهم دابا بور لو مونطون كو باقي ما سميت حتى شي حاجه مي جاي ان شاء الله جاي الخدمه ان شاء الله ان شاء الله يكون جاي ان شاء الله في الجاي وواحد المساله بين هكا استاذ فريد بانه هو نسرين بوميدي انا ما واخذتش كممثله وصافي نسرين بوميدي حسب كيلكان دو لا فامي صديقة اختي بنتي اي حاجه ممكن واخا ما يكونش عندها دور في عمل ممكن تشتغل في الاداره في البلاطو وتشتغل مهم كتكون حاضره سعداتك اخر كلمه للجمهور ديالك اخر كلمه للجمهور ديالي كنقول لهم جمهور كنبغيكم بزاف حاولوا تصبروا معنا تعاونوا معنا إلا شفتوا بعض الأخطاء شي حاجة في عمل من الأعمال فاعذرونا وعرفوا بأن راه ماشي خاطرنا راه كاين مشكل إنتاجي اللي كنقدروا هو اللي كيبخس العمل شوية أو كنقصوا منه شي حاجة كنشكركم بزاف داخل الوطن وخارج الوطن جميع المغاربة كنشكر أنفاس بريس كنشكر جميع الطاقم ديال أنفاس بريس الأستاذ فريد كنشكرك بزاف الله يكبر بك كنشكر الصديق ديالي اللي جا معايا وبان في البلاطو معايا التاجي عبد الهادي الفنان الكبير اللي خرجنا غير بالزز كنشكر زكريا مسكابي كنشكر جميع الناس اللي خدموا معايا اللي تعاونوا معايا في الفيلم ولا بلا فيلم ولا اصدقاء ديالي كنشكر نسرين بوميدي الفنانه اللي كنشوفها انا في عينيه كبيره وكنتمنى كنطلب من جميع المخرجين شوفوا هاد الطاقات راه عندهم مجهود حاولوا تاخذوا بيديهم راه يعطيكم زوين تحيه طيبه تحيه فنيه شكرا للمخرج عادي العمور وسفينه تقرقيب ناب مازال ديماريا مع فنانه اخرين دوزو بخير